حسب في الأدب العربي كما تعلمون الناس يقعون في هذا الخطأ حين يظنون أن شعر المتنبي أو أبي نواس هذه وثائق على حياتهم، فيقولوا إن أبو نواس رجل فاسد وماجن، مستندين إلى الشعر، ما في شيء إلا نتف قليلة من الحياة تؤكد أن أبا نواس قد ارتكب كل المباذل التي زعم في شعره أنه ارتكبها، أو أن المتنبي حقق جميع الأمجاد التي زعم أنه حققها في شعره. هذا خيال، وطبعا كما نعلم الخيال سواء شعر أو نثر مرتبط بأرض الواقع، ولكنه ليس واقعا. في منسي أنا لم أقصد أن تكون رواية، لأن هذه شخصية أنا عرفتها، هذا واقع، شخصية عرفتها، والدكتور محمد إبراهيم الشوش أيضا يعرف، كثيرين يعرفوا هذا الشخص. أنا نظرت إليه ربما بعين الروائي، والأحداث التي رويتها في هذا الكتاب كلها واقعية. وغريب أنك ظننتها رواية من نوع جديد، يمكن ترتيب الأحداث، تقديم الأفكار، السلوك، نظرت إليها بعين الروائي، ولكن هذه ليست رواية أصلا. في ناس كثيرين فعلا وجدوا فيها شيء من ملامح الرواية الحديثة، ممكن الواحد يخلط ما بين التوثيق وبين الخيال، فظنوا أنا خلطت بين التوثيق وبين الخيال، لكن أنا لم أضف أي شيء من عندي إلا أنني وصفت الأشياء والسلوك بلغتي، هذا كل ما في الأمر. الثقافة أيضا في كل مكان، يعني حيثما كان إنسان كانت الثقافة منذ يعني بداية التاريخ ويمكن قبله، فالاثنين مترابطين، بل إن الثقافة أقدم، هي اللي جات في الأول. حصل تفرقة مفتعلة بين الثقافة وبين السياسة وبين الفن والأشياء دي، كل شيء العلماء العرب الأوائل كانوا يفهموا في كل هذا، تلقى العالم فقيه وأيضا يعزف موسيقى وشاعر وخطاط. أنا أظن، وأنا على أي حال لست متخصص في هذا الأمر، إنما كأحد الذين يبذلون جهدا متواضعا فيما يسمى بحقل الثقافة، أظن نحن في السودان لطبيعة مراحل تطورنا كنا بنحتاج إلى أشياء محسوسة. يعني لما الناس ابتدوا يدخلوا جامعة الخرطوم كانوا الشطار يدخلوهم كليات العلوم، وأنا من الناس اللي وقعوا في ورطة لأنه ما أردت أن أدخل كلية الآداب لأني جبت جريد 1 ما بعرفه إيه. دي نظرة خطأ، يعني دي نظرة يوتيليتيريان مادية للأمور. دلوقتي أنا أفتكر حصل إدراك أوسع
لموضوع الثقافة، خصوص إنها أصبحت أيضا أولا ممكن تكون مصدر رزق، ولو كان الأمور منظمة في بلادنا كان الكاتب والفنان والمغني والشاعر يعيشوا حياة طيبة. يعني مش ضروري الواحد يكون محامي أو مهندس أو طبيب عشان يضمن الحياة. دلوقتي في أوروبا وأمريكا وغيرها صناع الثقافة أصبحوا يكسبوا رزق محترم جدا، والممثلين في السينما. فهي ما أنا ما شايف حقيقة في فارق بين السياسة والثقافة. كثير من الناس لما أنا كنت بمشي في الأصيلة أو في الجنادرية كان لأنه نحن مع بعض دائما، فدائما بيسألوني أنت الطيب صالح، فكنت بقول لهم أنه أنا يعني حقيقة الطيب صالح رجل متميز ورجل كاتب كبير ورجل روائي كبير، ولكنه ليس بهذه الوسامة. ونفس المشكلة دي وقعت لأستاذنا الكبير الجليل عبد الله الطيب رحمه الله وأجزل له الثناء. عبد الله الطيب أيضا عندما ذهب إلى بغداد في إحدى المهرجانات طلب عدد كبير من الناس الاتصال به والحديث معه، فلما جاء أول حاجة سألوه قالوا له يعني عاوزينك تحدثنا عن روايتك موسم الهجرة إلى الشمال. وما غضب المرحوم، فتحدث حديث بارع جدا عن موضوع الاغتراب، وحدثهم عن الشعر بتاعه وراهم هو منه، وتحدث أيضا عن قصائد اللي كتبه في الغربة إلى آخره. فبيحدث الدكتور عبد الله الطيب بعد ذلك أنه كان بيسمعهم واحد فيهم قال له ده الطيب صالح، قالوا لا لكن والله ده ما هين. الحقيقة يعني عاوز أقول يعني عشان ما أطيل وأحاول، أنا لم آتي ناقدا للطيب صالح وإنما أردت أن أقدمه، فعاوز أقول أنه يعني يمثل حقيقة كل ما يمكن أن يعني نتحدث عنه ونفتخر به من الشخصية السودانية والفضائل السودانية المتمكنة فيه. وإنتوا عايز تعرفوا مثلا موقفه من أشياء كثيرة جدا تروها في بعض أشياء، زي مثلا يعني بتلقوا في موسم الهجرة إلى الشمال وعرس الزين بيعبر لكم عن كيفية حل المشاكل للبلاد كيف تحل. هنالك شخصية عقل كله اللي هو مصطفى سعيد، وإنسان يعني كبير القلب، هذا الكبير القلب هو الذي استطاع أن يجمع الناس وليس مصطفى سعيد الذي فرق بين الناس. عاد الحبيب فأهدى لكل قلب سلاما، أهدى العيون بريقا، أهدى الثقور ابتساما، فكيف ينسى بلادا أهدت إليه الغرامة. تصوروا معي لو لم يخرج من أعماق المجهول من قرى الشمال الراقدة على أحضان هذا النهر واهب الخضرة والحضارة والإبداع ليبلور خوالج ومعتقدات البسطاء من أهلنا، فتمرق روايات يقرؤها العالم ويترجمها إلى لغاته ويحتفى بكاتبها، لو لم تكن تلك الصدفة كما يسميها الطيب صالح نفسه صدفة، كيف كان بدونها تخترق الرواية السودانية والأدب السوداني في شخصه البسيط رحاب العالمية وآفاقها من تلك البيئة التي صنعت ثقافتها بنفسها. حمل الطيب صالح اسم السودان معه في كل نجاحاته. لقد سئل مرة هذا الكاتب العالمي عن طريقته في الكتابة فأجاب في بداهة الفلسفة بالصدفة، لقد جرى
قلمي